أمك شعرة مشهورة. نعم. ثلجة. نعم. فهيدية. نعم. ابنها الشيحان. نعم. راح الكويت. الكويت إيه. يعني صار جندي في نعم. الجيش ذاك الوقت ما كان في أسفلت. يعني كله مشي على على رمال. نعم. بعدين أمه يشتاق تشتاق تشوفه ودها تشوفه. إيه. وكان ودها ترسل له من تمر جبة. النخيل جبة. نعم. وراحت وكان في الموعد في محطة بنزين لتسلم طنكة التمر. ولكن الأهالي مشوا تركوا وهي قاعدة في المحطة وتبتسي. إيه. وجاء واحد اسمه سعود. سعود الصعيد. الصعيدي مر بالصدفة وقال ويش قومك يا حرمة يعني تبتسي وقالت القصة وخلاص يعني أخذ منها الطنكة ووصلها إلى شيحان الكويت. نعم. بعدين هي قالت قصيدة في سعود الصعيدي في هذه المناسبة صحيح؟ صحيح. تقول راتب اللي ما بنفس كود الرقو زاهيات مثل بالبنت المشاء للصعيدي جامع كل سلوم خف نفس وطيب قلب واحترام. الصعيدي منوة للوزو ومنوة المقصر ومنوة من نظام. صحيح. أبشر إن المرجلة هي طيب العزوم واللي يبيه مثل لمة الظلام. لمة الظلام. إيه الصعيدي جامع كل سلوم طيب نفسه طيب قلبه واحترام. الصعيدي منوة العزوم ومنوة المقصر ومنوة من نظام. أبشر إن المرجلة هي طيب العزوم واللي يبيه مثل لمة الظلام. والولد ما ينوم سو كثر الهدوم ما يتنوم سكوت الفعل يا سلام.